أنا الدكتور عبد الله زرعيني من خريج جامعة العلوم والتكنولوجيا سنة 2015. من البداية اشتغلت في المركز لفترة بسيطة، بعدين عملت اختصاص في تركيب الأسنان في الخدمات الطبية، وعملت دورات في زراعة الأسنان من خلال الهيئة الأردنية لزراعة الأسنان، وعملت دورات برا البلد في اليونان تحديدا وفي ألمانيا. مرحبا بكم أعزائي المشاهدين بحلقة جديدة من برنامجكم خطوات أردنية. رحبوا معي بضيفي لهذه الحلقة الدكتور عبد الله زرعيني. بداية نسعد مساك. هلا حيا الله، أهلا وسهلا. كلك سؤال. طبعا في البداية دكتور عبد الله، حضرتك من أصحاب مركز زرعيني وبالتحديد في مدينة الزرقاء، وحضرتك أصلا أخصائي زراعة أسنان وتجميل أسنان. اتعرفني وتعرف السادة المشاهدين بنبذة بسيطة عن حالك. أنا الدكتور عبد الله زرعيني من خريج جامعة العلوم والتكنولوجيا سنة 2015. من البداية اشتغلت في المركز لفترة بسيطة، بعدين عملت اختصاص في تركيب الأسنان في الخدمات الطبية، وعملت دورات في زراعة الأسنان من خلال الهيئة الأردنية لزراعة الأسنان، وعملت دورات برا البلد في اليونان تحديدا وفي ألمانيا. نعم بالتوفيق. ما هو سر نجاحك وتميزك كطبيب أسنان؟ يمكن أكثر مشكلة كانت تواجه المرضى في مع كثرة عدد أطباء الأسنان موضوع المصداقية. المريض هو الآن بيحب يأخذ شغل كويس من البداية، فأنت لما بتعطيه مصداقية بتعطيه شغل منيح من البداية، من أول ما تبلش معاه بالشغل أنت بتعطي المريض وبتعطي نفسك سمعة كويسة، وبتعطي المريض الخدمة اللي هو بيبحث عنها أو بيسعى لها. عم تعرفني أكثر على المركز، إيش هي الخدمات والأقسام المتوفرة عندكم هون؟ المركز عندنا إحنا أربع عيادات. نعم. عندنا ضمن المركز في أخصائيين مش متواجدين طول الوقت، بيجوا بار تايم. منهم أخصائي تقويم الأسنان، منهم أخصائي علاج العصب، وأخصائيين الجراحة. بالنسبة لباقي الشغل، بشغل الأسنان بشكل عام اللي هم الحشوات أو العلاج العصب أو التجميل اللي بنعمل يوميا، الفريق بيتكون إحنا من أربع أطباء، أنا ودكتور عصام والدي، دكتور عصام زرعيني، والدكتورة لجين أبو عبيلة، والدكتورة دانا أيمن. نعم. دكتورة لجين أكثر مختصة مع الأطفال. نعم. يعني بتشتغل الأطفال بطريقة كثير مميزة. دكتورة دانا كثير مختصة بموضوع اللي هو علاج العصب. أنا بحكم اختصاصي في تجميل وزراعة الأسنان بشتغل الزراعة أكثر. دكتور عصام برضو عضو الجمعية الأمريكية لزراعة الأسنان. نعم بالتوفيق. الله. ما هي رؤيتك المستقبلية؟ برأيك إلى أي مرحلة تطور عنا القطاع الطبي بالأردن، أو نحكي بشكل خاص عن تطور قطاع طب الأسنان؟ هلأ شوفي، كقطاع طبي في الأردن إحنا على مستوى الوطن العربي يمكن من أحسن القطاعات الطبية على المستوى التطور. بموضوع الأسنان تحديدا، يمكن سرعة التكنولوجيا اللي بتصير في طب الأسنان الآن في البلد عندنا من أسرع الأماكن الموجودة، بالرغم من شوية ارتفاع التكاليف وعجز الإمكانيات نوعا ما، لكن التطور اللي عم بيصير، يعني العلم اللي عم بيصير الآن في أوروبا وفي أمريكا، يمكن خلال أشهر بسيطة بيكون صار متوفر عندنا في البلد بكل أشكاله بكل أنواع طب الأسنان. يعني الآن إحنا عم نشتغل يمكن أحدث تقنية موجودة في زراعة الأسنان في أمريكا وأوروبا، إحنا بنشتغلها في الأردن بكل بساطة وبتكاليف نوعا ما مقبولة. كانت دائما مشكلة هاي الأشياء إن هي موجودة لكن تكاليفها جدا مرتفعة. نعم، بس بما إنه أصلا أنت أخصائي بزراعة الأسنان، تحكي لي أكثر عن كيف كانت زمان تتم عملية زراعة الأسنان، وحاليا كيف تطورت، كيف عم تعملوها؟ هلأ طب الأسنان، يعني في زراعة الأسنان تحديدا، إحنا كنا في البداية إذا بدنا نزرع السن ممكن نأخذ صورة اللي هي البانوراما، أو نأخذ صورة صغيرة على قد السن. هذه التقنية موجودة للآن، لكن الآن إحنا صرنا نروح للمستوى اللي بعده، اللي نأخذ صورة ثلاثية الأبعاد، بنشوف العظم، بنشوف تفاصيل العظم، بعد الأشياء المهمة حوالين مكان ما بحط الزرعة. هي كثير صارت مكان تحديد الزرعة وشكل تركيب الزرعة صار كثير أسهل. هلأ الإشي اللي مش كثير معروف عن الزراعة، الزراعة مش إنك تحط الزرعة وتركب السن عليها. الزراعة تخططي وين بدك تحط السن، بعدين تحط الزرعة بمكان مناسب للسن اللي بدك تركبيه.
احنا بنسميها بالعلم كراون داون تكنيك. يعني انت بتخططي التاج اللي بدك تعمليه التركيب النهائيه بالاول، بعدين بتخططي مكان الزرع تحت. نعم. الطريقه القديمه كنا مجبرين مرات لانه الخيارات عندنا محدوده نوعا ما، كنا مجبرين انه نلحق التفاصيل الموجوده في العظم قبل ما نلحق التفاصيل الموجوده في التاج. نعم. الان مع التكنولوجيا الجديده احنا صرنا قبل ما نركب الزرعه شكل السن النهائي ومكان الزرعة النهائي بالنسبة للسن والفك كاملا بيكون بالنسبة لنا واضح ومبين تماما. نعم. بس انت كطبيب ايش بتحب اكثر، او ايش بتفضل، الزرعات الفورية او الزرعات اللي بتتم على مراحل؟ واصلا شو الفرق بيناتهم التنتين؟ هلا الزرعات الفورية في البداية هي يعني صنعت او وجدت لتكون زرعات مؤقتة. نعم. الهدف الرئيسي منها انك انت تضع هذه الزرعات اللي بتمسك بشكل ميكانيكي في العظم، وبعد فترة انت تضع الزرعات الكونفنشنال احنا بنسميها، او الزرعات اللي بتاخذ مراحل. هذه الزرعات الفوريه الهدف الرئيسي منها اني اعمل للمريض تعويض فوري الان خلال ايام بسيطه، اعمل له شيء فوري، لكن هي ليست طويله الامد، هي قصيره الامد. هلا صاروا يستعيدوا بعض الاطباء انه يضيف عدد كبير من الزرعات الفوريه بدل العدد المنطقي. احنا بالعاده بيكون تعويض الاسنان 4-6-8 زرعات، ماكسيموم 10 زرعات. الزرعات الفورية عم بصير 10 و12، على المدى البعيد بيعطوك عمر كويس، ممكن يكون يعني حلولهم كويسة، لكن هم في الأساس الوظيفة الرئيسية لهم كمؤقت وليس كشيء نهائي. أنا بستخدمهم باستمرار في أغلب الأحيان في حالات المؤقت. نعم. يعني أنا بحط مثلا لمريضي 6 زرعات نهائية كاملين يعيشوا معاه 20-25 سنة، وبنفس الوقت بضع له 3 أو 4 زرعات فورية على أساس بنفس اللحظة اللي أنا بشتغله فيها يكون في عند مريضي أسنان يقدر يستخدمهم بفترة اللي ما بين ما يصير اكتمال نمو العظم على الزرعة، اللي احنا بنسميها أوستيو انتجريشن، اللي هي العظم بيحتاج 3 أشهر تيرجع يبني. نعم. كمان مرة هذه 3 أشهر بيستغرقها العظم عبين ما يبني فوق الزرعة نفسها اللي احنا حطيناها، عشان تصير الزرعة جزء لا يتجزأ من العظم، وهذا الشيء بيعطيها ديورابيليتي وعمر أطول. نعم. ننتقل إلى الجانب الوطني. لو قدر لك والتقيت بصاحب الجلالة ماذا ستقول له؟ يعني راح أحكي له أول شيء الله يعطيك العافية، يعني و يعني حكون جدا سعيد في هذا اللقاء، وراح أحكي له إنه إحنا الشباب دائما دائما بدنا نظرة منك علينا، لأنه أكثر شيء بيحتاجه الشباب إنه القائد يمسك بإيدهم يسحبهم للمستقبل أفضل لإلنا وللبلد وللجميع. نعم. بس أكيد أنت في حدا ترك بصمة بحياتك وأعطاك الدافع لوصلت لهذه المرحلة، فأنت لمين بتحب توجه رسالة شكر عبر برنامجنا؟ صدقا أكثر حدا كان له السبب أو التأثير في أنه أوصل بالشغل أو أكون في مكان طب الأسنان هو كان الوالد. الوالد أصلا طبيب أسنان وبيعرف في خبايا المهنة وشغل المهنة، فهو كان أكثر شخص نصحني في هذا الاتجاه. طبعا وقفته معي كانت جدا يعني رهيبة من بداية الدراسة إلى آخر لحظة لحد الآن، ومن الأشخاص اللي كتير كان له دور في توجهي في طب الأسنان اللي هو خلينا نحكي زراعة الأسنان. في دكتور عماد البدور في الخدمات الطبية، هو كان يعني خلينا نحكي لك جاد فادر في مجال زراعة الأسنان بالنسبة لي. كيف يمكن للسادة المشاهدين التواصل مع حضرتك؟ تحكي لي أكثر وين مكان المركز، وأصلا شو هي صفحاتكم أو طرق التواصل معكم؟ إحنا مركزنا اسمه مركز زرعين لطب الأسنان، موجود في الزرقاء في بداية شارع السعادة. أرقام التليفونات بتحب أزودك فيها الآن إذا ممكن، أو اللوكيشن متواجد على الفيسبوك من خلال أنك تبحث على اسم مركز زرعين لطب الأسنان، موجود اللوكيشن، أرقام التليفونات، كل التفاصيل موجودة كلياتها، وموجود كمان حتى على الإنستغرام صفحة باسمي أنا مش باسم المركز. شكرا لك. حياك. وفي نهاية هذا اللقاء أعزائي المشاهدين نود أن أشكر الدكتور عبد الله الزرعيني على حسن استضافتي لنا، وعلى أمل لقائي بكم مجددا. نورت أستاذ. شكرا لك. الله يخليك. أهلا وسهلا.